الحمد لله كانت مباراة صعبة أمام فريق الرجاء البيضاوي اللي فريق ممتاز. الحمد لله احنا طبقنا تعليمات المدرب وكنا على وتر داخل الثيرة وكنا حابين نعود بنتيجة إيجابية. الحمد لله ربي وفقنا ونعودنا بثلاث نقاط ونسجلنا هدفين اللي راح يساعدونا إن شاء الله في مرحلة في مباراة العودة إن شاء الله. مازال ما تلعب حد شيء، مازالت عندنا مقابلة في سوسة باش تحسم فيها التأهل. ان شاء الله باش يكونوا حاضرين ما نستسهلوش المنافس وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. المباراه بين قلنا نحن مباراه ديربي بين كيف المغرب وكيف من تونس، كما تعرفوا هذه المباراه هذيا الحقيقه لعبنا شوط في المغرب مازال شوط في تونس. ديما الكره ما عندهاش احكام، صحيح لزمنا اليوم نفرحوا مي كما تعرف من بعد دي جوغ يظهر عندنا ماتش واحد اخر ان شاء الله في تونس نكملوا الفرحه نتاعنا. قلت ربي نحن سنة عازمين مش نمشيو في البطولة هذه، نمشيو للآخر إن شاء الله بفضل ربي مع إن شاء الله. لا لا مازلنا يعني اللي عملناه احنا في نجم الرجاء يعملوا في سوسة، يعني لازم كنكونوا نحترموا الرجاء فريق كبير كله بنفس الروح هذه وإن شاء الله ربي يوفقنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.